احكي لي على الحادثة، احكي لي حاجة جديدة على الحادثة اللي ما تحكيتش. مش نفهم الموضوع، خاطر يبدو لي فما أسرار أخرى وحكايات أخرى ما تحكيتش. تم أي برشا. أختك قداش عمرها؟ 47 ده. 47 دونك معرسة عندها سبعة صغيرة. سبعة صغيرة. إيش تخدم؟ في الفلاح. في الفلاح. أبار الفلاحة قبل ما تبدأ تخدم في الفلاحة خدمت برشا حاجات. هي عاملة مختصة في الفلاحة ولا؟ يمشوا يخدموا في الفلاحة. كل مرة كيفاش؟ مرة يجمعوا الزيتون وقت الزيتون وقت. نهارها بقداش؟ 10000. 10000 عليها 10000 هكاك. تي ليجني زيتون ب40 دينار. الله غالب. وليجني طماطم ب40. الله غالب. هي من اللي اعطيناها احنا نسيبنا هذه اللي انا استدعيته من اللي هي صغيره يعني انا عايشه انا وياها اكثر وحده قريبه لها هي انا. اي يعني قريبه منها عباره من اصحاب ماناش خوات كل شيء نحكوا مع بعضنا. تعرفنا على السيده ذي. خليني من السيده ذي. دونك تخدم في الفلاحه شكون يهزه؟ كاميون. كاميون سيزيدي ماكس هذيك. هل توفى معاهم في الأكسيدة؟ أي أي مولاه يعني الفلاح وإلا لا حد لا يز. لا مواطن بالكريان بالكريان صحيح. قداش يكريها الرأس؟ قداش؟ 4000. 4000 يعني إيش قعد في 10000؟ 6000. 6. والمسافة بعيدة؟ بعيد باهي هيك هو قلت لك يعني نحكي لك على الحادثة. الحادثة 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 متاعتها هكاك. قلت لك تمشي مسكينة أول خدمة الأول ما معنا خذيت وقلعت الحلفة حشيك أختي ذي نبيعوا في الحلفة متاع القسرين. نهارها بقداش؟ متاع القسرين 3000. يحجبك شي نهار ب3000؟ كل مرة كيفاش وقلبت الحجر. الحجر نحن البرا يبنوا بالحجر ما يبنوش بالياجور مش كيما هنا في تونس يبنوا البرا يبنوا بالحجر. اي نهارة اللي في الكاميونة هي شكونوا معاها؟ معاها أمي ومعاها أميرة بنتها اللي هي بنت أختي. بنتها قداش عمرها؟ 19 سنة. وأمك؟ وأمي ومرت خويا وخطيبت ولد أختي يعني أربعة خمسة من الناس ولا في الأكسيدو هذا. وكيفاش صار الحادث؟ الأكسيدو أمي أنا نسكن هنا في تونس ما نسكنش في سيدي بوزيد. أما سمعت يعني يخرجوا كل صباح هما هي قبلها بليلة أختي فتك بالحديث قبلها بليلة هي تملس يعني يلزمها تربح للفلوس فهمت كيفاش؟ تخدم بالليل حاجة والنهار الآخر يعني يمشوا مرة ثلاثة. تملس الطين. الطين تين هذاك تملسوا علاش؟ توابن والكوان اللي يبيعوها فهمت تبيع في الكانون ب 1500 والطابونه ب 5000 يخدم ولا بطاله؟ في الدار هو ما هو شو؟ رجلها في الدار ما يخدمش حتى كي كان يخدم قبل ما يروا منه شيء يخلي مرته تمشي تخدم في الليل وفي النهار اللي ماتت هي هو في الدار هو قاعد في الدار هو في الدار يركرك في الدار عادي جدا.